وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. سيد عمر، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. المغيبون من أهالي قضاء هيت الذين اختطفوا منذ عام أو في عام 2016 ما تزال المأساة مستمرة حتى هذه اللحظة. هل تطلعنا على مزيد من تفاصيل هذه المأساة لو سمحت؟ بعد الاحتلال أصبح ملف الاحتفاء الفتحي كبيرا جدا لأسباب سياسية وطائفية، فضلا عن سطوة المشيان وتحكمها بالملف الأمني، حيث بلغ عدد المختفين فاشيا منذ عام 2005 وإلى نهاية 2018 نحو أكثر من نصف مليون عراقي. فأصبحت الويلات والمآسي تغطي أغلب العوائل العراقية، ليست في منطقة هيت ولا في محافظة الأنبار أو صلاح الدين أو نينوى أو طابل، وحتى في بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة وغيرها من المناطق التي شهدت ثورة وشهدت دفاعا عن نفسها ضد بطش الحكومة وتعسفها من استعمال الحرب. هذه المناطق معلوم جدا أن هذه المناطق ارتفع عدد ضحايا التغييب والإخفاء الفسقي لأسباب طائفية وانتقامية من قبل الميليشيات وبانت هذه المناطق بشكل أكثر فظاعة لانتهاكات حقوق الإنسان وأكثر حتى وصل الحال والتسجيل والتهجير الفسري. حتى وصل الحال بأهالي المغيبين قسرا الخشية من تصفية أبنائهم ودفنهم مع الجثث التي دفنت في كربلاء مؤخرا، ما المخاطر التي تتهدد المختطفين وفق الرصد الميداني للحالات السابقة؟ وفق المعطيات الميدانية والممارسات الحكومية اللا إنسانية، فإن من حق أهالي المختطفين والمغيبين الخشية والريبة من مصير أبنائهم، فعمليات الاعدام الجماعيه والتهديد المؤدي الى الموت، كل ذلك تشير على ان مصير المستضعفين قاب قوسين او ادنى، ليس احباطا لاهالي المغدورين، ولكن هذه حقيقه الحكومه وحقيقه الميليشيات بالتعامل مع هذه الملفات الخطيره والملفات التي لا تعد بحسبان هذه الحكومه انهم اناس ابرياء، ولكن هذا هو من سبيل الانتقام ومن سبيل السطوه ومن سبيل تنفيذ المخططات الخارجيه حتى يتسنى لهم البقاء في الحكم فتره اطول. وفي حقيقه هذا التعامل مع الملف المخطوفين يعني يعد جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة متكاملة الأدوات، وكل هذا بمرأة ومسمع من المجتمع الدولي الذي أصبح قاصرا وغير قادر على وهذا يجعل المراقبين يصفون هذه العمليات عمليات الاختطاف بالمنظمة. نعم، يعني هذا هو كله، يعني هي عمليه منظمه من قبل الحكومه من قبل الميليشيات التي تديرها حكومات اقليميه متنفذه في الملف العراقي. وحقيقه هذا الملف يعني حتى اصبح شائك في الامم المتحده التي لا تستطيع اداره هذا الملف بشكل صحيح وبشكل قانوني، وحتى المدونه القانونيه الحكوميه خاليه من اي اشاره الى جريمه الاختفاء القسري بحيث يمكن اعتمادها في المحاكم ومحاكمه مرتكبي هذه الجرائم. وكما قلنا قبل قليل ان الامم المتحده عاجزه تماما من استخدام القانون في ايقاف هذه الجرائم، ان تساهم وتغطي على هذه الافعال، وبالتالي اصبحت الجريمه منظمه واصبحت الجريمه عابرة للحدود في هذه المناطق المنكوبة التي استولت عليها قوات الحكومة بهذه المناسبة. وبالتالي فإن بهذه المناسبة سيد عمر، هل رصدتم مناطق بعينها تزداد فيها حالات الاختطاف عن غيرها؟
نعم، يعني قبل يومين ناشد بعض أهالي مناطق صلاح الدين وفي منطقة تكريت غياب أكثر من 25 مواطن، والأسماء موثقة لدينا نحن في المركز العراقي لتصفية جرائم الحرب، وسنعلن عنها لاحقا إن شاء الله، وغيرها من المناطق العراقية في محافظة نينوى، وأيضا لدينا ملف المخطوفين في محافظة الأنبار في منطقة الصقلاوية، وما جرى لهم من تغيير قصدي تام قبل القوات الحكومية والميليشيات. وقدمنا هذه الملفات لبعض الجهات الدولية، ولكن للأسف لم يعني نحصل على الرد الكافي والجواب الكافي لهذه الملفات الخطيرة والشائكة التي حالت فرحة ملايين من العراقيين بسبب هذه الجرائم الشنيعة التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات بحق المدنيين. أشكرك جزيلا سيد عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من بغداد.